شكرا لكل المداخلات اللي قدمتوها والاراء والمقترحات اللي انتم قدمتوها وحتى انتقادات. يعني فهمنا من غالبيه الاراء الموجوده انه الحوار ضروري التركيز عليه بالرغم من عقم هذه الحوارات، لكن ضروري الاستمرار فيها سواء كان مع النظام او ان كان مع المعارضه أو إن كان الحوار الكردي ضروري الاستمرار بالحوارات. هاي صورة إيجابية بنقدر ناخذها ونعتمدها ونقول إنه كمجلس سوريا الديمقراطية نحن كمان مصرين على الاستمرار في الحوار مع كل الأطراف والاتجاهات. كان في آراء مختلفة إنه النظام اللي ما بيقبل الحوار فكيف نحن بدنا نستمر في الحوار معه؟ الحوار ليش بده يصير؟ يعني ولماذا الحوار؟ أليس للوصول إلى حل للقضايا والقضايا العالقة؟ فإذا ما بيقبل نحن من طرفنا دائما بنكون بادرنا بشكل إيجابي لإثبات إنه نحن حقيقة مع الحل السوري. هاي الضجة من برا؟ بالتالي يعني الاستمرار بالحوار نحن كمان بنشوفه ضروري، الاستمرار بالحوار مع المعارضة بنشوفه ضروري. في كانت في آراء إنه مع الائتلاف لازم ما يصير حوار، وأنا شخصياً يعني كشخصياً ممكن أقول إنه الحوار مع هكذا أطراف اللي ساهمت لدرجة قوية باحتلال تركيا لأراضينا وتهجير أهلنا ولحد الآن إعلامهم بشكل عدائي ينادي باحتلال أراضي أخرى، الحوار معه صعب. لكن إن كنا نريد الحديث عن المناطق المحتلة كيف يمكن تحريرها وكيف يمكن أن يكون هناك عودة آمنة للسوريين إلى مناطق سكنهم الأصلية بأي شكل، في أسلوبين، يا أما بده يكون في حوار، بده يكون في اتفاق سياسي، يا أما بده يكون في معارك تحرير. فطالما أنه في مجال، إذا في مجال للحوار السياسي واتفقنا مع الأطراف السورية وقلنا لهذا المحتل أنه أنت أجيت بحجة أن السوريين يضطهدون بعضهم البعض، فهي نحن اتفقنا، تفضل أنت للخارج وخلينا نحن السوريين نعرف كيف ندير بلدنا بنفسنا. أي راح تكون الرسالة واضحة. فالاتفاق أو الحوار على تغيير الوضع القائم في المناطق المحتلة حتى في الإدارة السياسية في سوريا ضروري بالرغم من صعوبته وبالرغم من شبه مستحيليته، لكن نحن كمان بنشوف ضروري أنه يكون في حوار. فإذا ما انتهت محاولات الحوار كلها معناته وضع سوريا بده يتغير بالكامل، بدءا من تقسيمه الإداري إلى كافة الجوانب الأخرى، الوضع السوري رح يتغير بالكامل. لذلك نحن بنقول أنه النظام اللي بدل ما يوجه رسائل تهديدية أنه أنتوا إذا اليوم ما تسلمونا بكرة رح تسلموا بالزور بقوة السلاح، الأفضل له أن يناقش كيف يمكن أن يبدأ بحوار حقيقي مع السوريين كي ينهي الأزمة الموجودة وكي ينهي حالة الانقسام الموجودة حاليا في حالة انقسام في سوريا. فكيف ممكن ينهي هالحالة؟ كيف ممكن يخلق حالة ديمقراطية؟ هذا لا يتوقف على طرف النظام لوحده، إنما يتوقف على كافة الأطراف السورية الأخرى، والنظام يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الخصوص باعتبار لحد الآن هو يعتبر نفسه الطرف الشرعي الوحيد في سوريا والمسؤول عن الحدود السورية والجغرافيا السورية بالكامل أمام المجتمع الدولي.
بما أنه هو بيتحمل هالمسؤولية فبيقع على عاتقه البدء بحوار جدي مع السوريين بناء على أسس ومبادئ تؤدي إلى الديمقراطية. بالنسبة للحوار الكردي الكردي كان في رأي رفيق زميل جواب أنه تصريح الرفيق أضار فهم بشكل تم فهمه بشكل غلط، هو كان يقصد المرجعية الكردية ولا يقصد الإدارة. الإدارة هي المسؤولة عن الثروات، الإدارة هي المسؤولة عن الجغرافيا حاليا، الإدارة هي المسؤولة عن الجانب السياسي، الإدارة هي المسؤولة الأساسي حاليا عن أمور وشؤون كل المواطنين السوريين في شمال وشرق سوريا. فالمرجعية أو الحوار الكردي الكردي اللي انتهى بتشكيل بإقرار تشكيل هيئة أو مرجعية كردية عليا هي تخص الشأن الكردي. في كثير من القضايا بين الطرفين الكرديين، في زملاء حكوا إنه هذا تم إقصاء أحزاب منها، تم إقصاء مثقفين وفعاليات مجتمعية من هذه الحوارات، صحيح، لكن إقصاء الأحزاب هي لي تعليق عليها. الحزبين الكرديين اللي حاليا هن مو موجودين بهالحوارات هي، نحن كنا سوا لحوارات هولير، وهنيك توصلنا لرؤية سياسية مشتركة، والرؤية السياسية اللي اتفقنا فيها بهولير لا تختلف عن الرؤية السياسية اللي هن اتفقوا عليها هون بقامشلو. لا يوجد خلاف كبير في الرؤية السياسية، لكن المشكلة بالتطبيق والمشكلة بالتنفيذ فيها مشاكل وقضايا كبيرة. لذلك فعملية الإقصاء الأحزبين هن اللي بنفسهم قالوا نحن ما رح نشارك، وليس تم إقصاءهم. إضافة صار في ترويج إنه عم يتم إقصاء الحزبين من المرجعية أيضا، علماً أنه ما فيه مشكلة. لحد الآن ما تم مناقشة من سيكون ضمن هذه المرجعية، لم يتم البدء فيها، لكن عم يتم الترويج وكأنه في إقصاء لحزبين كرديين من هذه المرجعية. وبخصوص مشاركة الفعاليات الأخرى المجتمعية في هذه المرجعية أو في الحوارات، فأنا ما بدي أعلق كثير حتى ما أخلق مشكلة لهالحوارات. في ملاحظات كثير على تركيبة المرجعية، وهي ملاحظات محقة، أنا محقة يعني أنا معها، وأعتقد في أطراف كثيرة اللي بتأيد إنه تشكيلة المرجعية بهالشكل لا تفي بالمطلوب. لكن المهم إنه نحن حاليا بدنا نحاول نتوصل ل رؤية مشتركة سياسية إدارية، ولا نبحث إنه مين رح يكون في أي موقع. هذا ما همنا الوحيد، همنا الأساسي إنه الوصول لرؤية مشتركة سواء كانت إدارية أو كانت سياسية. وبعدها في مرحلة انتخابات، بمرحلة الانتخابات الكل رح يكون المجال مفتوح أمامه لحتى هو يتصدر المسرح ويتحمل مسؤولية ويقول أنا مستعد أن أتحمل مسؤولية شعبي بهذه المرحلة العصيبة، والمجال رح يكون مفتوح. لذلك التفكير بمسألة أو كيف ممكن إشراك الفئات الأخرى في هذا الحوار، أي لازم نبحث عن آلية، وضروري أنه يكون في آلية أخرى لإشراك الفئات الأخرى في الحوار. رح يكون صعب، لكن على الأقل تقديم الآراء، تقديم المقترحات يكون فيها آلية لحتى هي كمان توصل لهالمرجعية. ما بنعرف، بجوز يكون في عوائق أخرى أمام تشكيل المرجعية، ممكن يكون فيه. لكن هالفعاليات المجتمعية بيكون في لها الدور القوي لحتى يزلل من هالعقبات الموجودة لحتى حقيقة نقدر نتوصل لحوار. ومجلس سوريا الديمقراطية هو ليس طرف في هذه الحوارات، إنما هو داعم
لتطوير هذه الحوارات. وأنا كشخص كنت على حوار مع الطرفين، وين ما كان في عوائق أنا كنت على تواصل معه. لذلك فدور مجلس سوريا الديمقراطية في تطوير هذا الحوار كان ضمن إطار تقديم المشورة والمساهمة في تذليل العقبات الموجودة. في بعض الأسئلة اللي تم طرحها على مجلس سوريا الديمقراطية، نحن كان في إلا لقاءات ومحاولات للتواصل مع المحيط الإقليمي لسوريا من دول عربية خاصة، وكان في إلنا لقاء مع المصريين، وحاولنا إنه يكون في إلنا لقاءات مع السعوديين، مع الإماراتيين، ومع العديد من الدول، لكن لحد الآن ما تحقق. إضافة إلى أنه هالمحاولات لا تزال مستمرة، يعني فتح القنوات والتواصل مع المحيط الإقليمي لسوريا حتى مع الأردن ودول أخرى. إضافة إلى أنه في عزلة مقصودة مفروضة على مجلس سوريا الديمقراطية، فبالرغم من هذه العزلة نحن عم نتواصل، في لنا علاقات دولية قوية جدا مع العالم الأوروبي ومع الأمريكان، يعني دول التحالف، فلدينا تواصل وعلاقات قوية. ففي رؤية أنه الأمر هل سنستطيع التخلص من الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، يعني كان في سؤال بهذا الاتجاه، أو أنه الأمريكان هل سيسمحون بأن نتحاور مع النظام؟ اللي التقى مع النظام لحد الآن، أنا كنت أحد المشاركين في هذه الوفود، كان في معي الدكتور سام حريب، كان في معي الدكتور غسان والشيخ محمد نور من الرقة، دكتور غسان من دير الزور، كان في إبراهيم القفطان، سيد إبراهيم القفطان من منبج، وهو رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل، وكان في شخصيات كردية من أحزاب، ممثلين من أحزاب حزب التقدمي وحزب الوحدة، كانوا ممثلين بالوفود التي ذهبنا إلى لقاءات بدمشق. وهذه اللقاءات التي كانت تجرى لم يكن للأمريكان أي هيمنة عليه. قد يستغرب البعض أنه هل من المعقول أن تروحوا بدون أنه ما يكون في هيمنة أمريكية عليكم، لكن هذه حقيقة. عندما ذهبنا إلى موسكو أيضا كان نفس الشيء. فالعلاقة بيننا وبين التحالف، وبيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هي علاقة دعم لاستقرار المنطقة والمساهمة في تطوير الحل السياسي. وبهذا الخصوص نحن نطالبهم بشكل متكرر أنه هن يساهموا في تطوير هذا الحل السياسي. قد يجوز أنه الأمريكان صحيح ليسوا راغبين في التحاور مع النظام بهذا الشكل، لكنهم لا يتدخلون في أصغر الأمور أو بالشؤون الثانوية. لذلك فهناك نوع وحيز من الاستقلالية في ممارسة السياسة، وعملية التنسيق أيضا مستمرة، يعني في عملية تنسيق مع التحالف باعتبار أن موجودين هون، وهذا التنسيق ضروري. إضافة إلى بعد مجيء الروس أيضا هناك تنسيق على المستوى العسكري أيضا مع القوات الروسية، كل هذا في سبيل حماية المنطقة من أي هجمة أخرى، وفي سبيل الوصول إلى حل سياسي مشترك. طبعا في طرف الائتلاف اللي هن مدعومين من تركيا، وتركيا هي عضو بالناتو وهي حليفة للدول الأوروبية الغربية ولأمريكا أيضا، هي حليفة أساسي. لكن كما تعلمون أن الدولة التركية لم تعد تخدم الناتو كما هو مطلوب، ففيها صار فيها قضايا وإشكاليات جدا، ما رح تدخل بشكل مفصل، لكن صار في إشكالات. فتركيا تحولت إلى عنصر مخرب في كل الشرق الأوسط،
بالتالي مطلوب من السوريين الحوار والوصول لرؤى مشتركة وتوافقات سياسية بما يخص مصير سوريا بالكامل. فعندما يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف المعارضة السورية، في بعض الزملاء اللي ذكروا أنه كيف ممكن تصنيف المعارضة بخصوصية واحدة، ممكن نحن نصنف المعارضة إن كانت وطنية أم لا. هذه المعارضة لأي درجة هي مستعدة لخدمة السوريين والاتفاق بالرغم من ما يملى عليه من أوامر وتعليقات؟ هل هي مستعدة؟ إذا كانت مستعدة معناته هي وطنية، إذا ما كانت مستعدة معناته هي بعيدة عن المبادئ الوطنية. لذلك بالرغم من ذلك يعني ترك باب الحوارات مفتوحة سيكون لصالح السوريين بالكامل. إضافة إلى أعتقد أنه غالبية النقاط تم الإجابة عليها. الروسي، كان في سؤال عن الروسي، يعني الروسي حاول مرتين، يعني بالمرة الأخيرة لما زرنا موسكو هن أبدوا استعدادهم لتطوير أو استئناف اللقاءات مع النظام وتطوير الحوار، لكن ما في شيء عملي، لم يتحول القول إلى العمل. وسمعنا في آخر الأيام الأخيرة، شفتوا على الإعلام تصريح وزير الخارجية السيد لافروف بحول القضية الكردية، أنه الأمريكان عم بيحاولوا يأسسوا كيان كردي، هذا قد يؤدي إلى تفجير في القضية الكردية في الدول الأخرى أيضا، وهذا يعتبر نوع من التحريض التركي علينا مرة أخرى، علما أن ما يتم الحديث عنه بعيد عن الحقيقة. وحتى الآن نحن أكثر من هم متواصلين مع الأمريكان بشكل يومي ومنسقين، لم نسمع منهم ولا مرة أنه هن بصدد تشكيل كيان كردي، تأسيس كيان كردي في شمال بشار سوريا. بالعكس دائما بهذا الخصوص هن عم يسعوا، يعني دائما الهدف الأساسي قائلين أنه بمحاربة الإرهاب، لأجل محاربة الإرهاب، هذا هو الهدف الأساسي اللي هن موجودين فيها. حتى بخصوص الحل السياسي كما تعلمون أنه ما كان في عندهم رؤية واضحة لرسم معالم أو لدعم الطرف اللي هن ممكن يؤدوا إلى يتوصلوا لحل. وهذا كان لنا انتقاد رسمي وأساسي للطرف الأمريكي والروسي أيضا، بقدر ما حاول يضغط ويحاول يضغط لكن ما في نتيجة. في آخر لقاء أنا فهمت أنه حقيقة بالرغم من الضغط الروسي لكن في أطراف أخرى عم تضغط على النظام لحتى هن كمان ما يتجهوا نحو الحل. بلكي هالرؤية هي تعطي رؤية سوداوية، لكن مقتنعين تماما أنه السوريين لما نحن من خلال هالحوارات هي نتوصل لتوافقات، هي ممكن نفرض إرادتنا على المجتمع الدولي بالكامل ومن ضمنه الروسي والأمريكي والتحالف. بإمكاننا أن نفرض إرادتنا السورية عليهم ونقدم لهم المشروع، نحن السوريين اتفقنا، تفضلوا أنتم كمان ادعمونا بهذا الإطار. هذا هو الطريق الأساسي للوصول إلى حل، ونحن بصدد التحضير لعقد مؤتمر سوري، يعني هاي على أساس ترتيب البيت الداخلي في شمال وشرق سوريا باعتبار هي المنطقة اللي ممكن تتحول إلى ركيزة لسوريا الجديدة. بعدين على مستوى سوريا لدينا تحضيرات أيضا لعقد مؤتمر. وشكرا. Thank you.